على ذكر نادي الزمالك عندي قصة تانية. كابتن حسين لبيب تدخل بشكل شخصي علشان يحاول يعمل حاجة اسمها صفقة القرن، كويس؟ لكن الأمور لم تسر على ما يرام. إيه الحكاية؟ الحكاية إن جمهور الزمالك كان بيتكلم دائما عن رمضان، دائما عن مصطفى فتحي، دائما عن قلب دفاع، فقرر كابتن حسين التواصل بشكل رسمي مع المهندس ممدوح عيد علشان يقول له بص بقى، رمضان ومصطفى وأسامة جلال بكام التلاتة؟ فجاء الرد من نادي بيراميدز انه كابتن حسين محتاج تتكلم مع مدير التسويق في هذه القصه. فلما تم التواصل مع مدير التسويق تم ابلاغ نادي الزمالك بان سعر اسامه جلال الحالي 2 مليون دولار. اللي اتكلم مع مدير التسويق هو كابتن حسين السيد. فبيكمل بقى ورمضان هيبقى بكذا، مصطفى هيبقى بكذا، قالوا لا لا لا، تلعيب جاي مصاب السنه اللي فاتت، 2 مليون دولار في مدافع ما بيلعبش ما ينفعش. فتم إغلاق المسألة من بابها، خلاص لا رمضان ولا مصطفى ولا أسامة جلال. وكان بالمناسبة دي واحدة من الحاجات اللي كانت موجودة في الوقت السابق قبل التوجه ناحية بكم، الاتنين هيمشوا بالتوازي لأنه خلاص مفيش رمضان ومصطفى، قضي الأمر، يعني مسائل بعيدة جدا جدا. لكن دلوقتي ما بين رمضان بكم وهو الاسم الأول عند جوميز، ومحاولات من الإدارة في تقليل سعر أسامة جلال إلى أكتر درجة ممكنة، ده اللي ماشي في الوقت الحالي. لكن الصفقة اللي كان بيفكر فيها نادي الزمالك باءت بالفشل من أولها ومن أول دخول في هذا التفاوض. طيب، على ذكر موضوع صفقة القرن، في نقطة مهمة جدا يا جماعة عايز أتكلم عليها. نتمنى لكل الأندية المصرية التوفيق سواء على الصعيد الأفريقي أو من وصل للعالمية زي الأهلي في كأس العالم للأندية أو الانتركونتيننتال. دائما بنسمع عن مصطلح صفقة القرن، والحقيقة لما تفكر تلاقي إنه مفيش حاجة بمعنى صفقة القرن جاءت في تاريخ الكرة المصرية. مين اسم تقيل جدا تقدر تسميه صفقة القرن اللي راح قلب الدنيا في مكان على حساب مكان؟ شوية حسام حسن مع الزمالك سنتين ثلاثة، رضا عبد العال مش بنفس التأثير ما بين الأهلي والزمالك. الأسماء الكبيرة اللي انتقلت في ميركاتو ضخم ما عملتش تأثير كبير يليق بمصطلح صفقة القرن.